هذه النسخة للاستماع فقط، جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة. يا هجوس يعتني وفي الجزائر للاستماع فقط، من قوى في الشعر وفقال العطية أفراح العروسين. انتقي من عذبها بظلم ثايل، هذه النسخة في وصوف اللي عليها الجاذبية. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع حقوق النشر والتوزيع 4-8-6-2-2. يا هجوس يعتني وفي الجزائر، من قوى في شعر وثقل العطية، انتقي من عذبها بظلم ثايل، في وصف لي عليها الجاذبية. عمتي حفصة لها صيت ودلايل، كم تلعب بسيطة الأفعال الغنية، بنت شيخ يعتنيها من القبايل، في مضامن السلوم الأولية، بنت شيخ نجمع أسباب الفعايل، كاسب الطباء ومحشوم الحمية، يحتشم عن كل هرجان القوايل، يا فخر منه غدا وحاسمية. عمتي حفصة لها تاج الفضايل، والمدايح في غلاها معتنية، والأدب والذوق يا زوج الخصايل، والمزايا المترفة فوق السجية، مهرة تسيد ميدان الأصايل، من يماريها على روحه وجية، أستلت عن جنبها سود الجدايل، قدها يطل عيون المخملية. رحبوا وسجلوا بنت الحمايل، عمتي حفصة وكل المحتفية، افتحوا باب العبارح بالوسايل، لا بدت تضرب لها أقوى تحية، عزها أخوانها شد الرحايل، يفزعون اللي نخاهم بالضحية. آتني ميلادة الربع الهوايل، من ديار العز ما جابوا الخطية، انت حسب شيخهم طافي الطوايل، والشواهد بالمواقف البهية، سطروا أمجادهم بين العوايل، دونكم يا للمضامين الوفية، مثلهم من المناصر قلايل، ما بد عيت مفاهيم القضية، يا عساهم فوق هامة الأوايل، والمفاخر في مدايحهم رضية. يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى، هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-5333-48-021.